في اليوم العالمي للمرأة، اليمنيات هن مثال الصبر والقوة. هن صانعات المستقبل الأفضل لليمن. جودي توت فام دون لو موند. تي كوراجوز اي تو ميريت لا ميور. كل عام وكل نساء الأرض قويات ملهمات قادرات، كل عام وهن ناجحات بكل ما يفعلن. تحقيق التكافؤ بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز والاعتراف بدور وجهود المرأة في كل نواحي الحياة. سلام عليك وأنت تدافعين وتقاومين وترفعين لواء مجدك في الآفاق. كل عام وأنت رقم صعب، لا يطرح، لا يكسب، لا يضرب، يزيد ولا يزايد عليه. كل عام وأنت قيمة كبيرة في المجتمع. للمكافحات المناضلات التي يسعين لإثبات أنفسهن وصنع نقطة تحول وفارق في المجتمع. 8 مارس من كل عام يقام للدلالة للإحترام العام ولحب وتقدير للمرأة والإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كل عام وهن كل المجتمع. كل عام والمرأة رمزا للحياة. كل عام وأنت كل الوجود. كل عام وأنت بخير. أي مكان تقفين فيه هو نقطة للبداية والتغيير. في هذا اليوم نقول لهن كل عام وأنتن مصدر للدعم والإلهام في المجتمع.